مشاكل قانونية وبيداغوجية كانت محور الندوة الصحفية التي عقدتها الوكالة التونسية للتكوين والتشغيل نهاية الأسبوع. مشاكل القطاع هي أبرزها، هي عنا في مستوى المعدات، فما نقص في تجديد المعدات البيداغوجية وإلا في صيانتها. عديد المراكز معناها طالبين بتجديد أو بصيانة المعدات هذه، لكن عدد المراكز عندنا 135 137 مركز، وبالتالي ماناش قادرين باش نلبيو المطالب في فترة وجيزة، مع انه تعرفوا قانون الصفقات يلزم نمروا بالمراحل اللي هي إجبارية. عندنا من المشاكل من الناس كل طالبينها وتعتبر من مشاكل في منظومة التكوين المهني، عملية التفقد البيداغوجي غير موجودة، وتو في اتفاق مع الوزارة انه يقع، يمكن يقع احداث ادارة عامة للتفقد البيداغوجي اللي هي باش تكون تتفقد عملية التكوين في ورشات التكوين. النقطة من مشاكل بتاعنا هي البرمجة، البرمجيات، البرامج نتاع اختصاصات تكوين تجي من مركز تكوين المكونين وهندسة تكوين، لكن هي برامج كي يقع لامبلونتاسيون بتاعها في المراكز، كل مركز يقوم معناها بالبرمجيات حسب ما يراه هو، ومكوساسا في نفس الاختصاص، كل من مكون كل واحد يعملها بطريقته. احنا نحب نوجدوا هالبرمجية وسط ونتعاونوا فيها مع الوزارة باش نولي لتوحيد برامج التكوين في المراكز. 32 موطن شغل موزعة على 12 قطاعا من مختلف الاختصاصات قبل بداية دورة سبتمبر 2013 كانت أهم ما جاء على لسان المدير العام للوكالة السيد حمزة الفيل. في هذه الندوة الصحفية قدمنا عديد المعطيات حول مواطن التكوين في مراكز التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني في عديد الاختصاصات، تقريبا 12 قطاع، وفي عديد المستويات، سواء مؤهل تقني سامي ومؤهل تقني سي ا بي وشهادة المهارة معناها فيه. وقدمنا أيضا الاختصاصات في هذا ما في دورة سبتمبر 2013، وقدمنا الجديد في دورة 2013، منها أنه الاختصاصات ذات الأولوية اللي ترفعت من 96 اختصاص إلى حوالي 200 اختصاص، والمنحة اللي كانت ما تتقدم والمنحة اللي كانت تتقدم تتعطى يتمتعوا بها المتربصين في الاختصاصات أولوية تعد كانت 25 دينار وأصبحت الآن 60 دينار، وهي باش تعطي حفز، خاطر 25 دينار المتربص يجي من ولاية لولاية غير كافية، هي من ناحية باش تعطي تحسن شوية ظروف المتربصين وتحفزهم في الاختصاصات ذات الأولوية اللي عليهم عزوف من الشباب. ويبقى القطاع يعاني من عديد النقائص في انتظار تفعيل الاستشارة الوطنية للتشغيل.